وزير كريم غدا إحسانه فاض الندى. وفي فتح كل الممالك أحيا وأثنى العدا، بنى جامعا للإله وطرزه أسجدا. فكم عابدا زاهدا به ود أن يعبد وأشرق نور القبول لهم فيه صدقا بدا. وفي الفتح تاريخه تراهم ركعا سجدا. هذا هو تاريخ بناء الجامع. اللغز هنا أن تاريخ هذا الجامع موجود في هذه الكلمتين، تراهم ركعا سجدا، وفي تاريخه تراهم ركعا سجدا. السؤال: ما هو تاريخ بناء جامع البكيرية؟